بالنسبة لدخول المؤتمن مع الإمام يعني بنية المغرب وهو يصلي العشاء ونعم هو يصلي العشاء، ألا يكون في ذلك تحول في النية يا شيخ؟ اختلاف. إيه نعم اختلاف في النية. نعم. أو يصلي أو يدخل مثلا مع الإمام ويصلي العصر بنية الظهر. نعم. ألا يكون في ذلك؟ اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر. اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، لأن معاذ بن جبل كان يصلي بقومه صلاة نافلة وهم فريضة، وهذا من أعظم ما يكون من الخلاف، ومع هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.